مع الملف السوداني، وينضم إلينا من القاهرة عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. سيد عثمان أهلا بك معنا، ربما الزيارة الثانية كما قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية للبرهان الخارجية، كانت الزيارة الأولى إلى مصر والآن إلى الجزائر. أهمية هذه الزيارة بمكان مع اقتراب أو مع المحاولات لوقف إطلاق النار أو للوصول إلى هدنة أو إلى سلام. الزيارة إلى الجزائر بالنسبة للسيد الرئيس البرهان هي الزيارة الثانية له إلى هذا البلد، الأولى كانت في نوفمبر 2022 لحضور القمة العربية في الجزائر، وهذه هي الزيارة الثانية. في العادة المفهوم عموما أن الجزائر خارج النطاق الحيوي السوداني، بمعنى أنها ليست جزء من الاتصال المباشر بالشأن السياسي السوداني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأزمات التي تأتي أحيانا، وتكون هناك بعض الدول الخارجية في المحيط السوداني متصلة بهذه الأزمات، سواء كانت أزمات سياسية أو حتى بعض الأزمات التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وغيرها. والجزائر هي صحيح هي دولة عربية مهمة وتقع في النطاق العربي الذي المؤثر عموما على السياسات العربية، لكن في الشأن السوداني ليس لها اتصال مباشر، وربما تفهم هذه الزيارة في سياق محاولة فتح الأفق الخارجي بعد الزيارات التي قام بها الفريق أول البرهان إلى الدول الأفريقية وبعض الدول العربية الأخرى ودولة تركيا، فمحاولة لفتح فضاء خارجي إضافي باعتبار أن الجزائر دولة مهمة على المستوى الدولي والمستوى الأفريقي والعربي، وأنها تستطيع مساعدة السودان في كثير من الملفات التي يحتاج إليها في التعامل مع الدول الأخرى، خاصة الدول الغربية والدول الأفريقية. طيب سيد ميرغني، إن كانت ليس هنالك تعويل كبير كما تتفضل على الموقف الجزائري، ما الذي دفع البرهان ليخص هذه الدولة أن تكون زيارة ثانية له، خصوصا بعد زيارة القاهرة وهي الزيارة الأهم ربما من أجل حلحلة هذا الموضوع أو موضوع الصراع؟ طبعا العلاقة مع القاهرة أولا هي لا تحسب بالزيارات، الزيارة صحيح الأولى كانت للقاهرة باعتبار أن مصر هي الدولة المفتاحية بالنسبة للسودان، لكن العلاقة بين مصر والسودان دائما هي متصلة لا تحسب بعدد الزيارات الرئاسية. الجزائر هنا وضعها مختلف، أنا أعتقد أن السودان الآن في الأزمة السياسية التي يعاني منها والتي أدت إلى حرب بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعددت فيها الوساطات الدولية والوساطات الإقليمية مرتبطة بالاتحاد الأفريقي والإيجاد وغيرها ووساطة دول جوار السودان، كل ذلك أدى الآن إلى الوصول إلى منطقة ربما رمادية لم توصل السودان إلى الحل النهائي لهذه الأزمات، وفي نفس اللحظة ليس هناك خارطة طريق واضحة نحو مستقبل هذه الأزمة سياسيا. يبدو أن هذه الزيارة محاولة لاستخدام النفوذ والتواصل الجزائري مع الإقليم الأفريقي والعربي في محاولة لفتح مزيد من الأفاق في هذا الاتجاه، لكن لا أعتقد أنها تحمل أي مدلولات أخرى، نسبة لأن الجزائر أصلا كما سلفت ليست متصلة بصورة عضوية مباشرة مع السودان في كثير من القضايا حتى في الشأن السياسي، يعني هناك قليل جدا من التبادل في الجانب الاقتصادي، هناك قليل جدا من التبادل الاقتصادي بين البلدين. نعم. وربما صحيح الآفاق مفتوحة لهما ليكون هناك مستقبل كبير في الترابط، وربما هذه الزيارة هي مفتاحية كما تفضلت للقاءات أخرى تتم عبر الجزائر ربما، يعني وربما هنالك مشروع آخر للسلام، والله أعلم، هذا ما نتمناه طبعا. على كل حال، من القاهرة عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، وافر الشكر لك.